النهاردة بيجي لنا مخصوص من دمياط، وهو بيشتغل في دمياط وفي المنصورة. راجل فنان، أستاذ أحمد أبو دنيا، مصمم الأزياء اللي مشرفنا ومنورنا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. والكولكشن الملوكي الحلو اللي أنت عامله. بس خلينا نفكر كده مشاهدينا، أنت بدأت في عالم تصميم وتصنيع فساتين أفراح وفساتين سواري. تمام. من إمتى؟ من تقريبا 12 سنة. أوكي، إيه اللي خلاك تتجه الاتجاه ده؟ هي في الأول كانت صدفة بصراحة، يعني كانت كشغل مش أكتر. أوكي. بعد كده حبيت الموضوع، وزي ما تقول لقيت نفسي في الزفاف وفي الويدنج في الأزياء عامة يعني. أوكي، عجبك الشغل. آه. طيب بدأت في دمياط، وأهل دمياط مشهورين بالشغل لأنهم مجتهدين جدا. بالظبط. وبيطلعوا منتج بجودة عالية، سواء في الفساتين، سواء في الموبيليا، سواء في الأكل. بالزبط. يعني كل حاجة أنتوا مشهورين، أنتوا أهل دمياط من الناس اللي بتشتغل كويس قوي. صح. ويمكن ما عندكمش بطالة أعتقد. لا لا، كل الناس صعبة جدا. صعبة جدا. صعبة جدا في دمياط. أوكي. طب ما تاخدوا من الحتت اللي حواليك. بيجوا فعلا من كل المحافظات. أوكي. إيه السر تفتكر؟ دمياط دولة يعني محافظة حرفية. احنا معتمدين على الحرفة من واحنا صغيرين، حتى أيام الدراسة بنخلص دراسة بننزل نشتغل مع والده مع حد من قريبه، لحد ما الموضوع يعني بعد الدراسة خلاص بتبقى ده الأساسي بتاعنا. طيب انا يعني كنت دايما المتوقع ان اهل دمياط مشهورين بتصميم وتصنيع الاساس والتدهيب والاسطر والكلام ده. بالضبط. يمكن في الاونه الاخيره ابتديت اكتشف موضوع تصميم الازياء. حضرتك وكذا حد من دمياط وعاملين شغل محترف. بالضبط. ده من 10 15 سنه ما كانش موجود اعتقد، ولا كان موجود؟ لا، هو واحنا مش حاسين كان موجود، بس الموضوع اتطور اكتر. يعني الموضوع اتطور اكتر في الست سنين اللي فاتوا دول تقريبا. وهيك فاتح في دمياط وفي المنصوره. بالظبط. مظبوط كده. افراح وسواري. طيب كلمني عن المجموعه اللي احنا شايفينها كلها فساتين هقول عليها ملوكي، فيها تطريز غني جدا. استوحيتها ازاي او بتقعد تصمم الموديل ازاي؟ هو الكوليكشن اللي احنا مجهزينه ده يعني كلاسيك شويه. حاجات كلاسيكية. كلاسيكية. مستوحينا من الأزياء الفرنسية طبعا. لأن ده الأساس. هم ملوك في الحياة. صحيح. كله شغل يدوي. من الألف للياء فعلا يدوي. ما فيش فيه حاجة جاهزة، ما فيش مثلا دانتيل مستورد أو أي حاجة من دي. كله مصري. كله مصري. كله مصري. دي حاجة عظيمة. طيب خلينا نشوف فاصل ونرجع نشوف بقية المجموعة. فاصل ونرجع لكم، خليكم معانا لو سمحت.
الله على الشياكة والصناعة المصرية اللي فيها دقة وشغل محترم، وشهادتنا مجروحة طبعا في أهالي دمياط وشغلهم الحلو. وخلونا ننزل الفيسبوك والإنستجرام الخاص بأستاذ أحمد أبو دنيا مصمم الأزياء اللي النهاردة مشرفنا ومنورنا. بتبيع أكتر فين؟ لأهل دمياط ولا أهل المنصورة؟ أهل المنصورة ومحافظات كتير كلهم بيجوا لنا برضه المنصورة. مين أكتر؟ أكتر محافظة؟ أكتر محافظة المنصورة. المنصورة؟ أه. أوكي، وبعديها؟ بعديها القاهرة. الله، وأهل دمياط فين؟ مش بينفعوك؟ بيجوا لنا المنصورة والله. بيقول لنا والله المنصورة برضه. هو ده مش فاتح شوروم في دمياط؟ فاتح في دمياط بس بيقول لكم المنصورة؟ لأن الكوليكشن الأقوى بيبقى في المنصورة. أنت اللي قلت. خلاص بقى. أنت مش ناوي تفتح في القاهرة؟ هنفتح قريب إن شاء الله. فين في القاهرة؟ هيبقى في التجمع بإذن الله، التجمع الخامس. طيب، صدرت أو بتطلع فساتين بره مصر؟ عملنا كده فعلاً. أوكي. أنت الفساتين عندك في بيع وفي إيجار؟ في بيع وفي إيجار. أوكي. وتصميم. والثلاثة. يعني ممكن عروسة تخش تلاقي فستان عشان ما تشتريه. بالظبط. وممكن تصمم لها حاجة وتصنعها لها مخصوص. بالزبط. وممكن يبقى فيه إيجار. موجود. مين اللي ماشي في الثلاثة دول أكتر؟ الإيجار طبعًا. الإيجار. بسبب ارتفاع الأسعار طبعًا. أوكي. الإيجار لما الفستان بيتأجر بتخلي الفستان يتأجر كم مرة؟ وبعد كده بتقول لأ ده بقى خلاص كده هنركنه. يعني تقريبًا أربع مرات بكتير. أربع مرات. وبعد كده بتفكه وتبيعه. بيتباع. بيبقى معروف ان ده اتلبس كذا مره فهنبيعه بسعر منخفض. مظبوط كده؟ بالظبط. طيب تيجي نشوف اخر جزء؟ اتفضل. يلا بينا نشوف اخر جزء. مزيكا. فساتين افراح كلها احلى من بعضها. وبشكر ضيفنا النهارده اللي شرفنا ومنورنا استاذ احمد ابو دنيا مصمم الازياء، شرفتنا ونورتنا. اهلا وسهلا بيك، وتحياتي لاهل دمياط واهل المنصوره. يوصل طبعا. نورتنا. اهلا وسهلا. اتمنى تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 14 شريف. نشوفكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم. باي باي.